الشخصية من زادة طويلة، حتى حد ما نجم يقول لك اللي فما تيتا لابخافوني اليوم الجار اللي لعبنا معاه اللي تيه بيه الفافوري قبل ثلاثة واربع جولات المواسم اللي فات كان يتوج السنة افيك لي بو دو مويا كنا، ما افيك القلب والرجال اللي عندنا افيك الستاف ورانا جمهور كي من هكا ما خايبناش ربي بقدرة الله. بيان سور بيان سور ديما ولاد النادي الافريقي وديما وديما القدام بيان سور، هذا معناتها سي ايفيدون، معناتها مش لازم سي ايفيدون، معناتها كي تكون انت فافوري كي تكون انت البيجيتيزاسيون نتاعك ثلاثة مرات خد البيجي نتاعنا، كي تدور في افكتيف تري ريش كيما الجار وتربحوا وبالمانيير هذاك وبالسيناريو هذاك وسي زيرو وترجع عليه وفي الثواني الاخرى تمركي بوند الربح سا بواتر كو لا سيغيس سور لو كاتو، والحمد لله ونشكر نحب نشكر الجمهور. اول حاجه ثاني حاجه نحب نشكر الستاف نتاعنا سي محمد سي ذاكر ستاف ميديكال ستاف تكنيك سي شاد تريكي وليد ستاف اللي داري كل عندنا زاد سي الياس تريكي سي الياس نيجي رئيس الفرع عندنا نبيل 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 بوغربال شادي الناس الكل والفاميليا الكل كلوبسيه اللي تلفت حول السكسيون هذايا سيرتو بعد ما صار فيها التغيير التغييرات اللي صاروا الجو تحسن وقربنا لبعضنا ونظفنا والحمد لله النتيجه هاك تشوف فيها اليوم قلت لك اليوم الربح هو الاوبجيكتيف وربحنا وهزينا والحمد لله لا سوريس ولا جاتو سيتي سيناريو اسي زيرو وترجع لازم برشا قلب لازم برشا رجله والولادنا اليوم كانوا رجال ما تعداوش شيء والجمهور اللي وراهم اللي دز للاخر ثانيه باش ربي كرمنا والحمد لله. انت امنت بهم اللي باش يرضى، شوف ليك ما وقفتش معنا لاخر دقيقه بالرغم بعدين ساك بوا وانت ما زدتش. احنا شوف كي تبدا كومبيتيتور وتبدا تحب الربح ما تسببش في الربح لاخر وقت.